الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم في هذه الليلة الطيبة المباركة. أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمؤسسة أسيد الجبور للإنتاج والتوزيع الفني والعاملين عليها، وأتقدم بجزيل الشكر لمعزبنا الأخ العزيز عبد الله الرغيان الجبور أبو يحيى على هذا المتحف الرائع، وأتقدم بالترحيب بالأخ محمد ضيف الله الجبور أبو شادي وجميع الموجودين، وأهلا وسهلا بكم. نتحدث عن برنامج تراثيات. التراث الشعبي هو ثروة كبيرة من الأدب والقيم والعادات والتقاليد والمعارف الشعبية والثقافية المادية والفنون التشكيلية والموسيقية والموروثات، تعكس الأصالة وتحمل عبق الماضي ونكهة البوادي والأرياف وذكريات الآباء والأجداد، ففيها صفات الكرم والشهامة والبطولة. والتراث هو كل ما خلفه وورثه لنا الأجيال السالفة في مختلف الميادين المادية والفكرية والمعنوية، وهو ما يسمى بالثقافة المادية والثقافة الغير مادية. والتراث هو نتائج الحضارة في ميادين النشاط الإنساني من علم وفكر وآداب وفن. ودي أتحدث عن بحور الشعر النبطي والشعبي أو ما يسمى بشعر البادية، وهو عبارة عن مجموعة من البحور يقال بأنها ما بين 13 إلى 16 بحر، وهي مجموعة من الأوزان الشعرية من بحر ووزن وتفعيلة خاصة بها، وتتكون من قسمين: بحور رئيسية وبحور مبتكرة. الرئيسية الهلالي، الصخري، الحداء، المروبع، القلطة. أما المبتكرة بحر المسحوب والهجيني والسامري والفنون والعرضة والزهيري، وهناك بحور أخرى. وأما الشائع واللي أكتب عليه أنا هو بحر المسحوب وبحر الهجيني. شف الشجر لو ينحني طوع ممال، تمر بعض العواصف سلامه، من عزمه ما هزها قوة الأحمال، شموخها حد السماء والغمامة، موطن وفاها عش وأحلام، ومال على يديها تستقر الحمامة، هديلها لروح الصوت موال، والطير ما عكر مزاج الجمامة، تمتد شوق وظل وفروع وظلال، لما انعكس نور الفضاء للعتامة، يسوقها فكري مع الخيل خيال، تاخذ مع المضمار صوت وعلامة، ارخيتها بين المشاعر والامثال، صدر البحر يشتاق عجز المنامة، تجمح معانيها على ضيقة البال، مع انها من لون ريش النعامة، لا تمتمت بالحرف والحزن شيال، بكفوفها تشير راس الكرامة، صدره يزم الجال لو ضيق الجال، ولا الألم يشفيه طب الحجامة، هم الشهر ينبيك يا طيب الفال، مولد نهاية دورته وانعدامة، حتى انكشف عنها خبيثات الأعمال، وصح الخبر لبان رسم الغرامة، حالة عدوك في غياهيب الأحوال، منه انكسر قامة على راس قامة، يا صبر يلي باخر الليل ما طال، نزع بقايا عزته والشهامة، الله ومانه تصرخ سهول وجبال، صيحات من جو الكتامة كتام، حبر يجفف منبع وين ما سال، من يد زمرات الخنا والقمامة، بالمختصر محتال من خلف محتال، سادوا على راس الفخر والكرامة، يا سفعة تشكي من الجور للشال، وشماغ يشكي قصته للعمامة، جد يورثها من الأب للخال، من ظرفها ما فاد صوت الندامة، غير الحروف وسالفة قال ما قال، مدت نظر لو مرمرتها الملامة، فضفضتها بالحال عن ضيقة الحال، بس الأمل موجود حتى القيامة، تجيك بالجوال والهم جوال، لو تختفي هامة ترى فيه هامة، بس الشجر لو ينحني طوع ما مال، تمرها بعض العواصف سلامة، موطن وفاها عز وأحلام، ومال على يديها تستقر الحمامة، وسلامتكم.